لا صينيه رقاق باللحمه المفرومه. عندي المقادير لحمه معصجه وعندي لحمه ببدا ان انا اسلقها. هنا انا سالق اللحمه حاطط فيها البصل والحبهان وورق اللورة وحاطط فيها شويه الملح والفلفل وبدانا احنا نسلقها ومطلعها من الشوربه. دي لحمه موز طلعناها من الشوربه قدام حضراتكم اهيت تمام، وصفينا الشوربه دي تماما فيهاش اي حاجه خالص، ولا بصل ولا حبهان ولا ورق راوله ولا لورا ولا اي حاجه خالص. وبعد كده نبدا نضيف لها السمنه ونضيفناها الحليب. هو انت شفت حاجه؟ يلا معلقتين. اول حاجه هنعصج عندي اللحمه المفرومه، عندي سمنه بلدي، بصلايه مفرومه، عندي طماطمايه مفرومه، عندي شويه بقدونس مفرومين، عندي لحمه مفرومه، معلقتين اثنين صلصه، شويه بهارات، شويه من البابريكا وشويه من الملح والفلفل. لسه بقى مش مشكله، ماشي هو هنزل. حط اول حاجه السمنه البلدي، البصل زي ما اتفقنا في التعصيج، اللحمه المفرومه، البصل الابيض احلى من البصل الابيض، احلى البصل الاحمر، خير يا رب. البصل الابيض طبعا زي ما قلت لكم بيمتص الماده الدهنيه اكتر من البصل الاحمر، فانا بحب استخدمه في زي ما اتفقنا في اي طبيخ عندي استخدمه حتى البصل الابيض. حتى بص كميه السمنه اللي انا حاططها، السمنه البلدي على فكره انا شغال بيها تمام. بصي البصل ايه اللي حصل؟ شرب السمنه فبيطلع لي ريحه بزيكا وانا شغال، غير البصل الاحمر. وحاولي وانت بتعصجي اللحمه وفرومي البصلايه حلو، نعميها كويس جدا بالسكينه، او لو عايزه تبشريها بشريها، لو عندك طبعا كبه يبقى شغال وزي الفل عشان ما نقعدش نعيط ايه في الصيام والجو ده والموضوع ما يبقاش حلو. هنا اللحمه المفرومه، هنا معلقه سمنه بلدي نقوم حاطينها على الصينيه، اكتر صينيه بضعف قدامها في حياتي صينيه الرقاق، ويا سلام لو بالكبد والقوانص موضوع تاني برضو. طيب هنا زي ما اتفقنا الايه الشوربه بنقوم واخدينها، بسم الله الرحمن الرحيم، واقوم واخد عليها عشان ايه تورق معايا بس كده، اقوم حاطط عليها حوالي ربع كوبايه من السمنه البلدي تمام، واقوم حاطط عليها شويه صغيرين من الحليب. ماشي، اللي مش عايز يحط حليب ما يحطش، بس الحليب بالنسبه لي افضل، حلو جدا جدا في التوريق بصراحه. بص الرقاقه ماشيه ماشيه نفسها ازاي، تمسكيها بقى كده اهو تقوم حطها هنا فين في الصينيه عشان نمشي على قد الصينيه بالظبط اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام يا خال تمام. اهم حاجه بقى ايه، تقوم واخده شويه من الشوربه ديت والسمنه البلدي الجميله ديت، تقوم حطاها شويه صغيرين هنا من كل واحده واحده عشان كل واحده تطلع منفصله عن الثانيه. انا حاطط مع الشوربه السمنه والحليب. بص بقى البصلايه ايه، مش هتلاقيها موجوده وتشربت تماما الماده الدهنيه، واللحمه المعصجه طلع ريحه محترمه جدا. طيب عملنا اول طبقه، يبقى احنا اتفقنا ان احنا عشان تورق معانا الحاجه حط فيها، حط مع الرقاق سمنه عشان يطلع مورق ما يبقاش معجن. طبعا ايه السرعه في الاداء ده اهم حاجه في الموضوع. هنا الطماطم المبشورة، بعد كده نقوم واخدين عندنا معلقة صلصة طماطم، شوية بابريكا صغيرين، وشوية الملح والفلفل، سنة بسيطة جدا من جوزة الطيب،
وادي يا باشا الملح والفلفل، واقوم ايه مديها شويه ميه سخنه كده ونسيبها لحد ما تبدا اللي هي تاثر معايا كويس جدا عندي على النار اهي، شويه ميه سخنه صغيرين. ونسيبها لحد ما تبدا اللي هي تتظبط. طيب عملنا كام طبقه هنا؟ عملنا دي طبقه ادي اتنين. بجيب طبعا الرقاق اصلا، لو طبعا لو عندك الصينيه على مقاس الرقاق طبعا بيبقى افضل بامانه يعني. انا جايب دي اكبر صينيه عندنا عشان مقاس الفران عندنا، بس بحاول ايه اكسرها شويه كده وادخلها ببعض زي ما حضرتك كده شايف. ومن كل طبقه طبعا نقوم حاطين ايه شويه السمنه وشويه الشوربه. خلي بالك الشوربه ايه تكون سخنه معاكي. نقوم قلبينها. تمام كده. ونقوم واخدين عندنا الكلام ده كله حطيناها كده اهي. احنا عملنا كام طبقه كده؟ عملنا دي تالت طبقه عندي. بعد كده اقوم حاطط عندي اللحمه اللي انا معصجها المفرومه اللي احنا عصجناها هنا مع الطماطم والملح والفلفل والبهارات، ونقوم حاطين عندنا الثلاث طبقات تانيين او الاربع طبقات تانيين من الرقاق. صينية الرقاق، ده الرقاق البلدي الفلاح الاصلي. لسه ايه لسه حد من الاعداد كده جاي بيكلمني بيقول لي هو ما بتعمليها الرقاق الصغير ده؟ لا ده مش رقاق اصلا يعني. انا بصراحه ما بعتبروش رقاق، خصوصا ان هو بيبقى في الشركات عاملاه في علب كرتون مربع. ده بامانه ما بعترفش بيه نهائي، ده يا جماعه مش رقاق اصلا، ده ابلكاش. عارفين الابلكاش بالظبط؟ والله هو ده اللي في افران. ساعات بتعمله كويس بس للاسف ساعات بتلاقيه واخد عفونه من جوه بسبب الركنه، فصعب قوي اللي تلاقي الرقاقه تبقى طالعه عامله كده ما شاء الله بالطريقه اللي انت شايفينها ديت. بقول لك مش لاقي صينيه على مقاسه. هناكل حاجه محترمه. بصي شكله عامل ازاي، يفتح النفس. طيب بنسيبه بقى يهدى شويه. ليه؟ عشان لما نيجي نقطعه بالسكينه دلوقتي ما هو كده كده بقى طري خلاص، مجرد ما شرب الشوربه السخنه مع شويه السمنه البلدي مع شويه الحليب فخلاص هو بقى طري معايا، فاقدر ان انا اقطعه. اهو كده بقى شروق بقى ايه بقى بقلاوه بقى خلاص. صلى على النبي عليك حمدي. تمام. الله ينور حمدي. تمام. والله بص بقلاوه اهي، بص صينيه رأي ايه حاجه محترمه. طلعها بقى يا باشا خلاص كده خدت كل حاجه، ما تديهاش اي حاجه تاني. انا في ناس بقى بتديها معلقه قشطه من فوق، لكن انا بصراحه مديها رشه ايه سمنه بلدي كده، مسحه سمنه بلدي من فوق تطلع بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. وناخد الرقاق المحترم ده بالريحه الزكيه ديت ونوديه فين؟ عندي على الفرن. عايزين بس نشوف ده ايه. ايوه شغال فوق وتحت كده صح. تعالى يا حمدي هنا معلش. مش بصك انا في الفرن ده. ادونا بقى دقيقه كده ولا حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين شويه رقاق ايه باللون الذهبي المحترم؟ سيبهم لحد ما يبداوا اللي هم ايه يستووا معايا وتورق معايا وتبقى الفرن شغال فوق وتحت.
هاجي بقى ايه من تحت بقى، هحطها تحت الفرن من تحت من هنا عشان ايه تاخد اللون الدهبي وتظبط معانا.